استخدام تحويل الشمس الى طاقه شمسيه حاضر. تحويل الطاقه الشمسيه الى طاقه حراريه، وتحويل الطاقه الشمسيه كذلك الى طاقه ايه؟ الى طاقه حراريه، سواء عن طريق الفوتوفولتيك او اللي هي الواح الطاقه الشمسيه اللي بتحول الطاقه الشمسيه لطاقه حراريه، او عن طريق السخانات الايه؟ الشمسيه. السخانات الشمسيه اللي هي بتسخن الميه عن طريق الايه؟ عن طريق الطاقه الشمسيه. النهارده هنتكلم عن حاجه جديده من نوع اخر من انواع الطاقه، الا وهي طاقه الايه؟ طبعا هنشوف دلوقتي ده الكلام اللي احنا هنتكلم فيه. النبذة المختصرة عن طاقة الضوء، ما هي طاقة الضوء؟ مكونات الضوء، انواع التوربينات، وطريقة عمل المحطة، زي ما اتكلمنا على زي ما اتكلمنا